البلد مع ميرنا فرح. حديث البلد ميرنا فرح، انت من بيروت بتحملي شهاده بالمحاسبه، واليوم قررتي تدخلي عالم الفن من خلال اولى اغنياتك سينجل يلي بجرب مجرب، اللي انتجتيها بنفسك وصورتيها مع المخرج فادي حداد. ميرنا فارس اسكندر كتب لك ولحن لك الاغنيه، وحاليا عم تشتغلوا على عمل ثاني. من اول طريق اخترتي اسماء معروفه بالكتابه التلحين والاخراج، هالشيء بالنسبه لك بيختصر الطريق للشهره؟ بعتقد يعني بتختصر 80% من المسافة، وقت اللي بتشتغلي مع أشخاص أكيد عندهم فترة طويلة بهذا الدومين، وخاصة هن بمرحلة معينة، يعني تكون تشتغلي معهم هذا الشيء بيكون بضيف لإلك ولحياتك الفنيه، لو كانت ببدايتها بضيف لك شيء كثير مهم. بتعرفي انه الدعسه منا ناقصه، انه الدعسه مضبوطه، بس توت بحب اجر قال ليش ما نقيتي كمان فنان معروف حتى يغنيهم؟ ما هي بدها تصير معروفه، لانه حدا معروف معروف اوريدي، فانا بدي اصير معروفه. ذاتس واي. ميرنا قبل ما نكفي الحديث معي خلينا نشوف مقاطع من فيديو اللي بجرب مجرب. هي عادة بيقولوا بيكون عقله مخرب، صح؟ انت شو مكفتيها؟ اللي بجرب مجرب بيكون عقله مخرب. مجرب مكفتيها على حسب المثل، ونرجع نكمل سوا، شو رايك؟ اوكي بلاير باسم. فاتك من وقت كتير ومن عمر سنين، قبل جروحك عيني كانوا حلوين، وكانوا ما يبكوا الا اذا فرحانين، اذا جرب مجرب بيكون عقله مخرب، بجرب مجرب بيكون عقله مخرب، بطل قلبي يشعر فيك حاجة مني تتقرب، بطل قلبي يشعر فيك حاجة مني تتقرب. قد كان عمرك لما صورتي هذا الكليب؟ شي رد عليه، رد عليه. سألت شي غلط؟ أصغر أو أكبر قصدك؟ لا، إنه في فرق شوي بال يعني بيني أكبر بالكليب، في قصص يعني بالمونتاج وميك أب، ميك أب وهيك شي يعني، وال إيه بالتظبيط وهيك، إيه مبيني هون أكبر كنت. بس بالفعل كبداية كليب حلو، والغنية نقيتها حلو، بس منيحة كأول كتقليعة كبداية. ميرسي نعيم، ثانك يو. يعني معقول تعمل ديو مع فوزي ابو لوزي؟ معقول تعمل ديو معه؟ بديها تبقى تستشير، نحكي لي بيبقى بيستشير عن جد. لازم عم بشارك الفتلك نظرك حتى تبقي تستشيري وترجعي له. ميرنا درستي بالكونسرفاتوار، وخططتي انك تنطلقي باغنيه سينجل بترفقها حمله اعلانيه كبيره من دون ما تمري ببرامج الهوات او تقلدي حدا، بس هلا قطعتي بحديث البلد، مشان هيك نحن بدنا نطلب منك تغني لنا لايف، وبنعرف انك بتحبي السيده ماجده الرومي والسيده فيروز. فشو بدك تنقي من ريبرتوارهم الليله؟ وبدي اضيف شغله السيده صباح كمان، اكيد كمان الله يرحمها. طبعا الله يرحمها، يعني وهي تركت ريبرتوار رائع يعني. طب ممكن نسمع شيء لفريد الاطرش؟ دائما بيروح لغير محل يعني. لا اشكري الله ما قال لك بدي اسمع لفوزي بولاوزي. بس شكلها متابعته وبتعرف تحكي مثله، يعني حافظت له اكيد. طبعا كنت حابه اقول شيء للست فيروز. نعم. ووجه بصوتي، نعم، صرخه، نعم، للجيش اللبناني ولكل اللي قدموا الجيش اللبناني بهالفترات الكتير طويله ما بتنعد على الايد ولا بالسنين. صح. وبقول انه ان شاء الله يا رب تقطع هيدي المحنه على خير. لها. صح. واللي خسرناهم نكون لهون وخلص، مش اكثر من ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بعتقد كل اللبنانيه يعني بيوافقوا معك على هالموضوع. فبطلب اكيد من الجمهور يزقف مع هيدي الغنيه، لانه هيدي للجيش اللبناني موجهه. خذ
حطت قدم كن على الارض هالداره انتوا الاحبه والكون الصداره حطت قدم كن على الارض هالداره انتوا الاحبه والكون الصداره. هلا هون الشطاره كمليها هون الشطاره بهي الطلعه الزينه. سمعنا انت هيك موال من مويلك مش محضر حالي يعني. بدنا هون حطت قدمكن هون كان حطت قدمكن على الارض الداره هيك بدك يا صح هي مينا كمان الناس بتحب سالوني الناس للسيدة فيروز مشان هيك نحن اليوم بدنا نسألك عن حبيبك يعني نحن كمان حابين نعرف الفن أختك هالفترة أو تركي محل للحب. أنا بحب كل أغنية لست فيروز أكيد سألوني الناس بتعبر عن كتير أشياء. الحب بالنسبة لي هو مش حب شخص بس أو الإنسان يحب إنساني أو البنت تحب شاب أو تنغرم بالشاب. أنا بالنسبة لي الحب هو إنك تحبي عملك، إنك تحبي أي شيء عم بتقومي فيه وتقومي فيه بإتقان. فا إيه أنا مغرومة إذا بدك تعرفي. بشغلك ولا بشخص؟ لا بالفن بشكل عام، وأنا بقول لك إذا الفن رجل أنا أكثر رجل معقول أنغرم فيه هو الفن. طيب وبرات الفن؟ بنبحث فيها يعني بدنا نجوزه لنعيم يا عمي بدنا عم نسال ما حدا عم بيسمع عليه بدنا نشوف شو مقوماته لنعيم مقوماته اول شيء مزبق بتياب كثير اهم شيء مش مقوماته هيدي مقوماته شتان بس برشتينا باللبس ما كمل خبرينا بتشغل انا قلبي طيب ما بقى تعب وجه نصيبك ابدا لا هو بده اياك تعمل فاشن بوليس على ميرنا كانها بتبصر بالفنجان تطلع فيها ايه وبلش ميرنا شو متوقعين؟ في عندك فتحة بالسقف مضايقتك من سكرها بالعكس لا مضايقة مهم ما تسقع بس كثير ترجف بعدين ميرنا اللون الأسود حلو أكيد وبيلبق دايما بس ليش ما بتعملي هيك ألوان كولورفل أكثر حتى بالكليب كمان شفتك بألوان غامقة بيلبق للون عيونك للون شعراتك تفتحي يمكن فوشة يمكن الأزرق يمكن الأخضر لازم تجربي تفتحي اكثر شوي مظبوط بس بالكليب يمكن شوي الفكره والغنيه بتحكي عن هيك حزن سو انت بمود معين بهيك جو معين تكوني شوي حزينه حتى بلون التيب حتى بتنقيه اليوم بلشتوا تفكروا بالاغنيه القادمه؟ ان الله راد ايه بلشنا فيها وبلشنا نحضر لها وان شاء مع الله. نفس اكيب العمل مع نفس الاكيب اكيد مع الشاعر والملحن فارس اسكندر واكيد رح تكون من اخراج فادي حداد. ميرنا نحن هلا بدنا نهديك اغنيه لانك بتحبي الست ماجده الرومي ولانه عم نسالك عن حياتك العاطفيه رح نهديك هالغنيه من حديث البلد. عم يسالوني عليك الناس بتعني يشوفوا الناس شو بقول خبرني لكل الناس زغول عيوني اثنين سوا شو وينك هلا انت هلا ضايع في يعني حاله ضياع بنتمنى لك كل التوفيق ميرنا بكل اعمالك القادمه وان شاء الله بنستقبلك بالاغنيه القادمه ان شاء الله مع الفيديو كليب الخاص فيها